تتطلع دولة الإمارات مع الحكومة الجزائرية على تطوير العلاقات في كافة المجالات، نتطلع على زيادة حجم التبادل الاستثماري بما يتناسب مع تطلعات قيادتي البلدين، على رأسهم طبعا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات حفظه الله. بلا شك بأن دولة الإمارات تعتبر المستثمر العربي الأول في الجمهورية الجزائرية خلال 10 سنوات الماضية. وصلت حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر خلال 10 سنوات إلى أكثر من 10 مليار دولار. نطمح أن نحن نعزز هذه العلاقة وننقلها من لبنة قوية إلى لبنة أقوى.